طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. دي الحلقة الثانية، نحن حنتكلم على الـ Excellence in Healthcare. We are just not talking about quality. عرفنا الـ Basic Concepts في المحاضرة اللي فاتت، وفي دي حنتكلم على a little bit further في الحاجات اللي يعني بتمس الجودة. في حاجة اسمها الـ High Reliability Principle and Practice. عشان ما تبقى مؤسسة of high reliability organization في sets of practices you should have to adopt. هنجي نشوف الحاجات دي شو. ال high reliability organization أو المؤسسات ذات الاعتمادية العالية هي عبارة عن مؤسسات operate under very trying conditions، تشتغل في ظروف فارقة التعقيد all the time طول الوقت، and yet manage to have fewer than their fair share of accidents. وبالرغم من الظروف بالغة التعقيد وطول الوقت، مقارنة بمثيلاتها ومنظراتها هي الأقل يعني مشاكل أو حدوث للحوادث. بسموه manage the unexpected اللي هو التحكم المجهول. إذا تكلمنا عن المخاطر، الريسك عبارة عن دالة بين probability والconsequences بتاعها، اللي هو احتمالية وقوع الحدث والعواقب حقته. كل ما زادت احتمالية حدوث، كل ما كان severity الكونسيكونس حقه، كل ما كان الهارم عالي جدا جدا. بالتالي by decreasing the probability of an accident، بتقليل اللي هو حدوث او ترقب او توقع حدوث الحادث، لما نقلله نحن we decrease the probability of an accident. Here's the react at high risk enterprise. معروف عنها هي يعني ريادة أعمال فيها درجة عالية من الخطورة، وهي merely high consequence enterprise. Heroes اللي هو high reliability organization operate to make system ultra safe. تشتغل كل جهدها إنها تخلي السيستم بتاعها يكون فائق السلامة. وزي ما شايفين قدامنا ثلاثة صور الحمد لله، واحدة لمفاعل نووي والثانية لطائرة، دي نفاسة جيت سوبر جيت، والثالثة لأسطول بحري، قطعة بتاعت أسطول بحري حامل الطائرات. الهاير ريليبيتي أورجنايزيشن دي المؤسسات اللي لو حصل فيها خطأ بيكون كارثي، والكوزواليتيز بتكون بتاعته عالية. اللي هي مثال عليها الطيران، إذا قال لك كل يوم بتقع طيارة أنت ما حتركب طيارة تاني. السكك الحديدية، إذا كل يوم بيحصل تصادم ما بتركب. إذا في طريق كل يوم بيحصل فيه حادث بتاع بص، أنت تاني ما حتركب البص ده. إذا كل يوم بتغرق سفينة، أنت you will never ride باخرة. أوكي؟ فدي بيشتغلوا بها في الحاجات اللي هي زي الصواريخ الموجهة اللي هي guided missiles، والمفاعلات النووية زي ما قلت لكم، والصناعات الكيميائية الخطرة، والمغزوفات، والصواريخ، محطات الفضائية، الأقمار الصناعية. اللي هي دي لو أدت حاجة خاطئة هيكون الوضع بتاع كارثي. يعني بس تصوروا صاروخ اللي هو من بسموه الاستراتيجي، صواريخ الاستراتيجية، يكون معني بيه حتة معينة عسكرية ويحيد عن هدفه ويقع في حتة مدنية، بتكون شوك. طيب just how safe is our healthcare؟ إلى أي مدى healthcare بتاعتنا سيف؟ مؤسساتنا الصحية هل هي زي الهاي ريلايبلتي؟ تكلمنا كان على تقرير اسمه To Errors Human. دي الميديكال ايرور جلوبالي عالميا، 1.42 مليون بيبل ماتوا في 2013 من الادفرس افكت اوف ميديكال تريتمنت، المعالجات الخاطئة. هارفارد لجسمي توك ذيس ا ليتل بيت سايد. هارفارد يونيفرسيتي study earlier estimated 43 million medical injuries occurred globally.
جامعة هارفارد عملت دراسة اللي كانت فيها حوالي 43 إصابة حصلت عالميا، فيها 5.2 مليون من إنديا بس. 43 ديل يعني خمس وقع في الهند. طبعا إخواننا الهند والصين بيمثلوا almost half of the continent. الصين تعدادها 1.7 مليار، والهند 1.2 مليار، الاثنين 2.9 مليار أو 3 بليار 3 بليار almost، وتعداد العالم 7.8 مليار almost 8، 3 من 8 كثيرة جدا almost half. لقوا التوب كيسز اوف ديث ان ذا يونايتد ستيتس باي بايوميديكال جورنالز، اللي هي بالاحصائيات. الفيرست كوز اوف ديث از هارت ديزيزز، امراض القلب والشرايين. السكند كوز اوف ديث هو الكانسر، والثيرد كوز اوف ديث هو الميديكال ايرور، والفورث كوز اوف ديث هو تشوبت اللي هي الكرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز، ونمرة 5 الانتحار السويسايد، ونمرة 6 الفاير ارم اللي هي السلاح، ونمرة 7 اللي هي الموتور فيكلز او حوادث السير. التقرير لما طلع بتاع انستيتيوت اوف ميديسين تو ايرس هيومن، لاننا بشر نحن نخطئ، وجدوا فيه ما بين 48 ل 44 ل 98 الف بيموتوا سنويا. في واحد ساخر، كاتب ساخر، قام قال والله امريكا فيها 60 مليون قطعه سلاح. جاب الإحصائية عدد المستشفيات في أمريكا، الناس الشغالين في المستشفيات، عدد الوفيات، قام جاب قطع السلاح في أمريكا والرصاص اللي بيطلقوه، عدد الناس اللي بيموتوا. يقول إنه بعد الكم الهائل ده 60 مليون قطع السلاح، وبتطلع حوالي 500 مليون طلقة في السنة، اللي بيموتوا كلهم 3 أو 4 آلاف. طلع لي خلاصة إنه المؤسسات العلاجية الأمريكية فيها جيوش عالية التدريب لغة الأبرياء، هم الهيلث كير بروفيشنالز ومعهم الأطباء. التقرير ساخر، لكن يعني فيه نوع من المقارنة حقيقة مؤلم. طيب ليه اليوجوال سسبكتس اللي هم المتهمين الرئيسيين في صناعة الحوادث اللي هو كوميرشال افيشن بما فيه الاير ترافيك كنترول في اليونايتد اس نيفي البحرية الأمريكية، هم ديل كارير افيشن والنيوكلير بروبلشن، حاجات اللي هي ذات الدفع بتاع النووي، والنيوكلير باور، والهيلث كير تجي في المرتبة الرابعة من الحتات الخطرة، كيميكال اند بروسيس اندستري اللي هي الصناعات الكيميائية، والمانيفاكشرنج خاصة حاجات الروبوتك، والبانكينج، والفاير فايتنج خاصة الحرائق الطبيعية اللي بتحصل في الغابات وكده. الـ Highly Innovative Organization في كتاب اسمه When It Is Unexpected هي operate under very trying conditions all the time and yet manage to have fewer than their fair share of accidents. عندهم يعني عشان ما يبقى في المشاكل، أول شيء بيقول لك stay out of the trouble، ده مبدأ أساس، والمبدأ الثاني get out of the trouble إذا أنت وقعت في مشكلة. في stay out of the trouble دي preoccupation with failure sensitivity to operation reluctance to simple interpretation، يعني ما بيخلوا حاجة تفوت على الفاضي، بيخطوا في حساباتهم أي شيء ممكن يحصل عشان to be out of the trouble. اثنين، إذا you get into the trouble commit to resilience، لازم تصمت ولازم تصلح خطأك ده، و reference of expertise اللي هو توفر لك خبرة يحلحلوا لك مشاكلك. Why highly reputed organization؟ ليه نحن we are trying to have highly reputed organization؟ Because harm suffer on our watch in our health system. الأذى بيحصل في المستشفيات يا إخواني. اثنين، serious harm events are preventable، ممكن حمايتها، و continuous journey towards zero عشان نكون ما في خطأ، دي تعتبر الهدف اللي نحن المفروض نقبل بها، إنه تقدم خدمتنا الصحية ما يكون فيها أذى للمريض. ثلاثة، we improve reliability and safety with high rate of mix of process، عشان نحسن من الحاجة دي نعمل right mix of process اللي هي العمليات والpeople والsystem design وتصميم اللي هو النظام بتاعنا. It will take everyone
ودي بتكون مسؤولية جميع البورد والسينيور ليدرز والاوبريشنال ليدرز والفيزيشنز والكلينيكال والنان كلينيكال ستاف، اول اوف اس كلنا تو ريديوز الهارم، نقلل نسبة المخاطر وبيكام هاي ريليبيتي اورجنايزيشن. الهاي ريليبيتي اورجنايزيشن جيرني اميتا دي مستشفى يعني استمسكت بالحاجات دي وعملت الحاجات دي. اميتا بتنادي معلش انزل الصورة شوية عشان يبقى ده العنوان واضح. اميتا behaviors and expectation، اول شيء المؤسسة you should have to feel that you own it، انك المؤسسة دي حقتك. وفي السنحة دي نحن عايزين الامبلوي يكون لويال بالنسبة للمؤسسة، we should have to make him engaged، لازم نشركه في حاجة اسمها 4 E's: engage, empower, energize and empathy. اول شيء engage اذا تتخذ قرار نادي الناس وقول لهم والله اخي حاصل كده كده رايكم شنو، بحيث انه هم part of the organization ولهم صوت ومسموع وبدلوا برايهم حتى لو انت ما سمعته، بحيث انهم مقدرين. لكن if you don't engage them واتخذت قرار وقرارك ده كان خطأ وقع على راسك، يقول لك هو قاعد يشاور زول وقاعد يخليه ياكل نار وبراه كده. لكن لما يشاركك انت بتقول يا اخي يس احنا we should have to come together to resolve this conflict. دي نمرة واحد. نمرة اثنين empowerment اللي هو التمكين او بيسموه المواطنة المؤسسية، تحسس الامبلوي التفويض بيسموه التفويض، انك انت في ما في هو صاحب كلمة، تقول لهم انا المدير والله قاعد ما قاعد كلكم انتوا عاقلين، انتوا بتاخذوا قرار جيد حتاخذوا القرار الصائب وحتمشوا المؤسسه دي لحين يعني عودتي وكده، فبحس انه هو صاحب قرار. فدي هي اون ات، وده بسموه الانستتيوشنال سيتيزن شيب، المواطنه المؤسسيه دي يو اون ات اللي هي الامبورمنت. اثنين اليونيتي، الانتي تيم ورك. اذا ما في تيم ورك يا اخوانا ما حنتكلم على انجاز، ما حنتكلم على الكواليتي، ما حنتكلم على اي حاجه. نمره ثلاثه 200% accountability، مبدا المحاسبيه، يعني انت تكون كوميتد. اذا شفت اي خطا من زميلك تصلحه، وما بعد يو ووتش فور مي انا ووتش فور يو، انت يعني تراقبني وانا اراقبك عشان احنا ما نغلط. ورث ماتر، الكلمات يا اخواننا الكلمات لها اثرها، و توك لسن ليرن، يعني الحاجات دي بعدين لما تكبروها حنديكم الماده انا كلها، لما تكبروها حتلقوا الحاجات دي مشروحه. يعني توك لسن اند ليرن، وكوميونيكيت ويز كورسي، نتكلم مع بعض باحترام وكلاريتي بوضوح، وانكير يعني نحافظ على بعضنا، ان اول فيربال ونون فيربال في كلامنا اللي هو الشفوي حتى في التعبير بالنون فيربال مسج، ولسن اتنتفلي تو كاستمرز، نستمع ليه اللي هم زبايننا، نسمع لهم باهتمام، نعاين في عيونهم ونبتسم لهم ونرد على اسئلتهم ونجاوب عليها، understand their needs، نعرف حوجتهم شنو، ونتأكد انه we comprehend the information provide them المعلومات اللي بنديها لهم هم استوعبوها ووعوها. اخر حاجة اللي هي نمرة اربعة attitude to everything، وقالوا your degree درجتك العلمية دي whatever it is BSc or MSc or PhD or professorship or whatever board اخذته، it's just a piece of paper، piece of paper، just a piece of paper، عبارة عن ورقة مكتوب فيها كلام. Your true education is your attitude، يعني تعليمك الحقيقي هو سلوكك واسلوبك مع الناس. Reliability of the patient perspective، اللي هي شنو الريليبيتي من منظور البيشن. Don't hurt me، هو جايك عشان انت تهيل يعني ترفع عنه، لانه هو helpless و no needless pain or needless death،
ما داير ألم وما داير وفيات. Don't keep me feel helpless، ما تحسسوا بالعجز. Don't keep me waiting، ما تأخروا. Don't waste resources، ما تضيع الموارد لو كان له أو لغيره. فنحن نطلع ب هي what we know، إنه errors are happening at healthcare، تحصل حوادث، تحصل أخطاء في المؤسسات الصحية. اثنين، healthcare is high industry risk أو high risk industry، هي صناعة خطرة، فيها فتح، فيها قطيع، فيها كده، فيها كده، فيها أماكن vital بنفتحها، فهي risk industry. نمرة ثلاثة، الحاجة متأكدين منها we can reduce the probability of harm، ممكن نقلل من نسبة وقوع الأذى. ده التقرير الشهير to err is human، لو خشيته النت وكتبته to err is human حيجيكم طوالي 44,890,000 كده 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 في سنة 1999 في انستيتيوت اوف ميديسين، فما بين 210 و 400,000 و 440,000 بيشنت ايتش يير بيعانوا من شنو؟ بريفنتبل هارم ذات كود بي بريفنتد، لكن بقى عليهم. ده حسب الجيرنال اوف بيشنت سيفتي في 2013. البيوميديكال جيرنال قالوا الموست كومن كوز اوف ديث في اليونايتد ستيتس في 2013 هارت ديزيزز نمبر 1، كانسر نمبر 2 اند 3 ميديكال ايرورز. ده مارتن ماكي. طيب نحن يا اخواننا بنعرف انه ممكن يكون شخصيا ستاند اب اذا كان حصل لك حاجه اذى منه لشخصك في الهوسبيتال او في كير فاسيليتي. انا شخصيا حصل لي، ما داير اخش في الحكاوي في الانكدوتس، لكن انا حصل لي هارم، حصل لي بوست سيرجيكال ووند انفكشن وانا في المتوسطه، وحصل لي هارم خدت اوفر دوز اوف انستيزيا وانا بعمل في عملية بتاعت هيمرويد في 98 وكنت حاموت، لكن ربنا كتب لي عمر جديد. وغيره في يعني ده على الصعيد الشخصي. نحن نسأل اذا على الصعيد الشخصي الى صعيد الفاميلي ممبر سفر او على صعيد الفريند او الكوليك، اذا رجعنا بذاكرتنا يا لينا يا لاهلنا يا لزملائنا واصدقائنا وحبابنا يكون حصل لهم هارم. Everyone experiences error، ما في زول ما بغلط، ما في زول ما بغلط. Everyone makes error، حتى الناس اللي experienced professional. اثنين، we work in high risk situation، شغل في المستشفيات ده ما سهل، high risk situation، وده بيزيد الفرصة بتاعت انه يحصل الحصل. ثلاثة، we can avoid most errors by practicing low risk behavior، ممكن نقلل من الأخطاء بممارستنا اللي هي بتكون فيها الحد الأدنى من الخطورة. ثلاثة، الكلتشر الثقافة affects how we behave، بتأثر على سلوكياتنا و our behavior سلوكياتنا بتحدد النتائج. في حاجات اسمها النية مستولى ستر الله، يعني حاجات الواحد يقرب يباص فيها يقرب يحصل الخطأ، لكن ربنا بيستر الحاجة دي. Unsignificant duty system or process problems، بتكون دائما من العمليات او من السيستم المشاكل دي. طيب عشان نأثر و to influence our behavior، أول شيء we should have to design the structure حقنا بصورة كويسة. اثنين، design the policy وال protocols بتاعتنا بتاعت الشغل، design the culture بتاعت العمل حقتنا، و design the work processes و design of technology and environment. كل هذه بتصب في ال behavior بتاع ال individual وال groups، وبالتالي بتأثر على ال outcomes. A bad system will defeat a good person every time، ده Edward Deming، اللي هو السيستم اللي فيه مشكلة هيخليك تخطأ مهما كنت انت اكسبرت. So we have to manage the system، يجب ان نسيطر على السيستم. The system does not manage itself، براه ما بصلح نفسه، نحن اللي بنصلحه. عشان كده عمل بلان دو تشيك اكت. Health care a high risk business too، شفتوا التعقيد في المستشفيات، يعني ممكن انسان يجي في حالة يمر على كل أقسام المجتمع، كل التخصصات تشتغل فيه on the same time، فـ it is high risk industry. How do serious events occur؟ كيف اللي هي بيسموها حوادث السلام بتحصل؟ كيف بتحصل حوادث في الحتات المفروض يكون فيها سلام؟ مثال، أنت كونك تقود سيارة مهما كان الموديل حقها، مهما كانت سرعتها، مهما كانت جديدة، أنت بتكون في high risk situation. ليه؟ لأنه الحوادث ممكن تحصل من السيارة، ممكن تحصل من الطريق،
ممكن تحصل من المارة، وانت ذاتك ممكن تكون السبب في الحادث. فاذا انت سايق سيارة انت عرضة للخطر، عرضة للخطر all the time. تقوم تزيد الخطورة ده بانك تطلع الموبايل بتاعك وتعمل تكستين وتقعد تتكلم وتقعد ترسل رسائل، بيحصل السيفتي ايفنت، تحصل لك حادث. دي دراسة عملت اخواننا فيها هاي ريسك سيتويشن، اللي هو زول بيقود ويستخدم موبايل، ريسك بيهيفير، لقوا انه في الاعمار ما بين 15 ل 19 دي التوتال درايفرز كان 7، نسبة الاصابات كانت 13%. ما بين 20 ل 29 دي كانت اكبر شريحة متأثرة بالحوادث اللي هم 39%، وتتناقص بزيادة العمر لحد ما تحصل 3% في الناس الاعمار فوق ال 70 سنة. كل ما كبرنا كل ما نضجنا. طيب we can reduce the probability of harm، ممكن نقلل the probability of harm. how؟ أول شيء we should have to recognize the high risk situation، شنو المواضع اللي فيها الخطورة. اثنين، نمارس ممارسة أقل خطورة، يعني ما نخلي موبايل مفتوح ونحن شغالين في عملية ولا كده ولا كده. أوكي، support each other as team members، ندعم بعضنا كفريق. identify problems that compromise safety، أي حاجة لها أساس لها أثر على السلامة نحن نحاول نقلل خازر الخطر. ثلاثة، be active participant in solution، ودائما نكون مشاركين في الحلول. والحاجة اللي بنسكت عليها سلبا نحن بنكبرها، لأنه قالوا what you permit، الحاجة اللي بتسمح بها you promote، بتطورها. فإذا الليلة مررنا حاجة بكرة مررنا حاجة بعد بكرة حتبقى لنا عادية، وده خطأ كبير جدا جدا. في حاجة how complex system fail، اللي هو الأنظمة المتعقدة دي زي منظمة المستشفيات بتفشل كيف؟ بتفشل انه بكون في human error بسيط، دي سماها السويس تشيز، خطأ ده يجي ماشي بيلقى بحائط بيوقف، دي هو نمرة واحد ده يوقف في نمرة اثنين. لكن مرات احيانا بيحصل خطأ تريبي ان احنا ما بنجيب خبره، ويمر 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 لحد اللي يؤدي لهارم ايفنت او ايفنت اوف هارم، وده اللي بنخاف منه. عشان كده نحن الحاجة الانشيات الايرور بنحاول تو بريفنت من البداية. اثنين، نحن دائما وي شود هاف تو ديتكت السيستم والبروسيس بروبلمز، المشاكل الموجودة في السيستم وفي الاجراءات حقتنا. زين وي شود هاف تو كوريكت السيستم والبروسيس بروبلمز، بالتالي بنقلل الاخطاء الطبية. نحن كهيومن بنشتغل بثري مودلز، حاجة اسمها سكيل بيس بيرفورمانس، اداء مبني على السكيل، والرول بيس اداء مبني على القوانين، ونولج بيس مبني على المعرفة. الثلاثة حاجات اللي احنا بنتصرف بها. احنا لما نجي نكتسب الخبرة يا اخواننا بمر باربع مراحل، بيكون لها عندنا لا وعي اللي هو نو نولج اند نو سكيل. المرحلة الثانية بيكون عندنا نولج ويزاوت سكيل. المرحلة الثالثة بيكون عندنا سكيل ونولج. المرحلة الأخيرة بيكون عندنا سكيل ويزاوت نولج، زي قيادة السيارة، لا بنعرف نسوق لا بنقدر نسوق المرحلة الأولى. المرحلة الثانية بيجوا يعلمونا اقعد كده اعمل كده اعمل كده، بتكون عندنا النولج. المرحلة الثالثة بنسوق ندقش كده ونستعد وبتاع، بعد كده نبقى حرفة، بقى عندنا نولج وسكيل. المرحلة الأخيرة عندنا سكيل وزاوت نولج، نكون سايقين، ناكل في سندويش، نشرب في السيارة، نستمع في المزيكا، رافعين فرعنا دي لأنه العربية في الأوتوماتيك، ممكن نعمل تكستنج، كأننا إحنا ما سايقين. طيب، what you are doing at the time، روتين فريكونت تاسك، انت بتعمل في عملية جراحية، انت you are practicing your skill، تشيل المشرط، تعقب، تفتح، تجيب الزايدة ناطة، تطلع بتاع. ممكن يحصل لك سليب، اللي هو بدون ما تقصد، اللي هي بسموها الهفوة والسقطة والغفوة. بدون ما تكون عايز تعمل حاجة without intending to do you do the wrong thing، تعمل الحاجة الخاطئة، دي بسموها سليب، هفوة أو سقطة. اللابس without intending to، بدون ما تكون قاصد you fail to do، ما تقدر تعمل الحاجة اللي انت دار تعملها. اوكي، والفامبل الثالثة without intending to، بدون ما ترغب تعمل الحاجة دي you mishandle or blunder an action over، ده تقول لها حسن تقول لها فاطمة، ده تقول لنا وإن البتاعة دي تقول لنا وإن الحاجة. فدي الثلاثة ديل، السقطة والهفوة والغفوة، دي الحاجات اللي بتحصل في السكيل بيست. طيب نرجع للسكيل بيست ده، قال لك اذا حصلت الحاجات الثلاثه دي للسيب واللابس والفامبل ستوب اند سيلف بيفور اكتنج، دي بس كونك تركز بتاع الخطا، بس تركز
لانه انت من غير ما تقصد، من غير قصد. دي بتحصل، الحوادث فيها بتحصل 1 في 3 في الألف، يعني هي 0.3%، وده اللي هو ده بسموه perform error، خطأ الممارسة. وده it is good انه يكون الخطأ ده بالنسبة لي 3 في كل 1000. الرول بيز المبني على القانون، انت بتلاقي مشكلة وعندك قوانين المفروض تطبقها. اذا استخدمت الرونج رول، يو يوز رونج رول، you were taught to learn the wrong response to the situation. أنا أنت استجبت استجابة خاطئة. أنت افترض you should have to educate yourself في الرول ده قبل ما تستخدم. اتنين، أنت أخذت الرول لكن ما طبقته مظبوط، قال لك الخطوات كده كده، قدمت واحدة أخرت واحدة. أنت you should have to think second time، ليه؟ لأنه في النهاية حيفضل الخطأ، فتراجع نفسك في تطبيق القانون. ثلاثة، no compliance، تخلي القانون ده تشوز نوت تو فولو زر، ما تستخدم القانون، تقول والله كده بطريقتي انا اشوف الحاجه دي. ده حيكون فيه مشكله كارثه. يو ريديوز البيردن، انكريز الريسك اويرنس، امبروف الكوتشنج. لازم تمشي تتدرب وتتعلم من جديد عشان ما تغلط. وده بيحصل 1 في كل 100، 1% از نوت ان ايزي، لكن ستيل اكسبتابل. الجزء الثالث يا اخواننا، وات يو ار دوينج ات ذا تايم، اللي هو نولج بيس بيرفورمانس، الأداء المبني على المعرفة، وده أخطر واحد. ده عبارة عن problem solving في new and familiar situation، تمر بحتة وإنت يعني أول مرة تحصل لك، فإنت بتعمل شنو؟ تستخدم what you know، جزء أو كل القوانين اللي عندك، إنت ما متأكد منها، ممكن تفشل. taking guess، تخمن، ممكن تفشل. figuring it out by trial and error، تحاول تعمل شنو؟ اللي هو التكرار والمحاولة، الخطأ والصح لحد ما تصل، ودي كلها فيها خطأ. الخطأ هنا بيحصل بنسبة 30 لـ 60%، which is so high. عشان كده الحاجات المبنية على المعرفة خطأ قاتل. preoccupation with failure in action، لما تكون في حتة زي دي ask clarifying question، اسأل أسئلة توضيحية. وما تتردد ابدا، ask one to clarifying question in all her history، اي حته فيها خطوره اسال اخواننا الحاصل كده كده، قولوا معي الكلام ده مظبوط ولا لا. اثنين، information is incomplete، اذا جاتك معلومات ما كامله اسال clarifying question، واذا كانت ما clear ما واضحه لك برضو اسال. ليه؟ لانه اذا انت سالت clarifying question بتقلل نسبه حدوث الخطا 2.5 انه ما يحصل خطا. كيف؟